رمضان أهلا مرحبا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث الصيام. ضيف حلقتنا النهارده الدكتور ايمن عبد العال، عالم من علماء وزاره الاوقاف المصريه. دكتور ايمن برحب بحضرتك. اهلا وسهلا ومرحبا استاذ محمود. موضوع حلقتنا النهارده الحقن بانواعها بالنسبه للصائم. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني من الموضوع المهم المتكرر، لان هذا امر يعني متلبس به كثير من الناس، لا يخلو كل بيت من مريض في حقن بياخذها، لا سيما اذا كان مريض مرض سكر في انسولين بياخده. العلماء تكلموا عن الحقن لها انواع. انا عندي في حقن مغذيه، بمعنى هي في معنى الطعام والشراب، ان المريض ممكن يستغني عن الطعام والشراب بها، فدي هتاخد حكم الطعام والشراب، حكم الاكل والشرب، زي الفيتامينات، زي واحد جلوكوز وما شابه ذلك ممكن يعيش عليه شهر 20 يوم مغذي. فاي حاجه تدخل في هذا الحكم ان ممكن المريض يستغني بها عن الطعام والشراب هتاخد حكم الطعام والشراب. وانا عارف ان الطعام والشراب مفطر، صحيح. اذا دخل جوف الانسان فقد افطر، فاذا كانت مغذيه فهي مفطره، وفي المده اللي هو افطر فيها او خد فيها هذه المحاليل او هذه الابر المغذيه تفضلك يقضي يوما مكانها اذا كان المرض غير مزمن. لكن لو المرض مزمن تفضل حضرتك فهو هيطعم عن كل يوم مسكين. طب الحقن غير المغذيه بقى المنتشر، المضاد الحيوي تفضل حضرتك، الانسولين، حقن الانسولين، المسكنات، هذه الامور كلها اذا كانت غير مغذيه هي مجرد العلاج سواء كانت في الوريد او في العضل فليس لها علاقه بالافطار مطلقا. الانسان ياخذها ولا حرج عليه، وصيامه صحيح 100% ولا قضاء عليه تفضل حضرتك، لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. اذا المسكنات، المسكنات عند المضاد الحيوي، ابر الانسولين تفضل، لقاح كورونا، لقاح كورونا اللي هو ليس طعام ولا شراب، مجرد لقاح الانسان بياخده ثم ينوى تحت الجلد. يبقى احنا كده اللقاح كمان ما بيفطرش، اللقاح كمان لا يدخل في حكم الحقن غير المغذيه. لو خدته في نهار رمضان لا حرج عليك، خدها في عضله يدك لا حرج عليك في ذلك تفضل حضرتك، لانه ليس طعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب. لان ربنا لما سمى لي المفطرات سماها، عرفها لنا، قال لي الاكل بيفطر، الشرب بيفطر، الجماع بيفطر، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. فاي حاجه بتدخل تحت الثلاثه او في معناهم تفطر. انا عندي غير المغذيه لا هي طعام ولا شراب ولا شهوه، فليس علاقه لها بالافطار. يجي بقى الحقن الشرعيه بقى. الحقن الشرعيه الائمه الاربعه، خلي بالك النقطه دي مهمه جدا بقى. امام ابو حنيفه، وركز لما اقول الائمه الاربعه يبقى الموضوع كبير. امام ابو حنيفه، امام مالك، امام الشافعي، امام احمد، قالوا الحقن الشرعيه تفطر الصائم، لان الماده اللي فيها تدخل الى الجوف في البطن، تدخل في البطن. وانا عندي اي حاجه بتنزل للبطن مفطره، متفقين على ذلك. اي حتى لو مش اكل وشرب، يعني الانسان لو اكل ورق اشجار مثلا مش طعام، او اخذ سف التراب مثلا على افتراض واكله يفطر، مع انه مش طعام ولا، لكن طالما نزل الى الجوف نزل الى البطن ففي حكم الافطار بيفطر. فالائمه الاربعه قالوا لك الحقن الشرجيه تضعك تفطر الصائم، تفطر الصائم. وكذلك برضو لو انا خدت التحاميل اللي هي اللبوس، انت واخد بالك حضرتك، هتاخد في نفس الحكم، نفس مبدا نفس الحكم، لانها بتصل الى الجوف، بتصل الى الجوف. فريق تاني قال لك والله الحقن الشرجيه لانها مش طعام ولا شراب ولا البدن بيتقوى عليه ممكن ما تفطرش، لكن خلينا في الاحتياط. صحيح. اللي قالوا الائمه الاربعه، انا ما بتكلمش عن طعام وشراب، انا بتكلم وصلت الجوف ام لا. طالما وصلت الجوف اللي هو البطن الانسان بما فيها المعده وغيرها، طالما وصلت الجوف فهي مفطره، يبقى مفيش داعي منها في نهار رمضان. لا، اذا امكن ان انا اخرها بعد نهار رمضان تقعد بال حضرتك فاولى، لان الصوم قلت لك عباده مبنيه على الاحتياط. انا احتاط لعبادتي ان عباده ممكن اي حاجه تضرها، اي حاجه تخدش فيه تقعد حضرتك. فانا اجل هذه الحقن المغذيه اجلها اذا لم يكن هناك داعي، وكذلك الحقن الشرجيه اجلها لبعد الفطار واخذ ما بدلي تقعد بال حضرتك، واللبوس واخذ ما بدلي. لكن حقن عاديه مضاد حيوي، لقاح كورونا كما تفضل، الانسولين، اي حاجه تحت الجلد هذا غير مفطر تماما، ولا سواء كان في الوريد او في العضل. هذا خلاصه الحقن ان شاء الله رب العالمين. ربنا يفتح على حضرتك. الله يبارك في حضرتك النهارده.